امبارح السلطات الأمريكية أعلنت عن مصادرة قطعة أثرية مصرية قديمة عبارة عن غطاء إناء كانوبي بيرجح أن يكون عمره 3000 سنة. القطعة دي كانت في شحنة قادمة من أوروبا وتم مصادرتها تنفيذا للاتفاقيات الدولية. خلونا نعرف أكثر عن هذه الاتفاقيات وزي ممكن نستعيد هذه القطعة الأثرية وغيرها من القطع الأثرية من الدكتور شعبان عبد الجواد مدير إدارة الأثار المستردة بوزارة السياحة والأثار. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد، على حضرتك وعلى الاستاذ هدير وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. في البدايه عايزين نعرف ونتعرف اكتر على القوانين الدوليه والمعاهدات الموقعه مع الولايات المتحده لاستعاده الاثار المصريه. في الحقيقه طبعا احنا مصر من اوائل الدول العربيه والشرق اوسطيه والافريقيه اللي وقعت اتفاقيه في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وده كان في 2016 وهي لمدة 5 سنوات ويتم تجديدها العام الماضي لمدة 5 سنوات أخرى. الاتفاقية دي مهمة جدا لأن معروف أن الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 50 ولاية وحدود ممتدة كبيرة جدا ومن أكبر الأسواق لتجارة الآثار المصرية، فكانت مهمة جدا لأن هي اسم الاتفاقية نفسها وضع قيود على استيراد وتصدير المواد الأثرية من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. فده بمقتضى هذه الاتفاقية تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في حرس الحدود والجمارك الأمريكية بمصادرة أي قطعة يشك في دخولها الولايات المتحدة الأمريكية بطريقه غير شرعيه او خروجها من مصر بطريقه غير شرعيه وابلاغ السلطات المصريه في ذات الوقت، ويتم اتخاذ الاجراءات عن طريق وزاره الامن الداخلي الامريكيه من التحقيقات وخلافه، وبعد ان ينتهي التحقيقات يتم عوده القطعه الاثريه الى مصر. وده حدث في الفترات الاخيره يمكن تقريبا سنويا احنا بنسترد مجموعه كبيره من القطع الاثريه من الولايات المتحده الامريكيه. صحيح، ويمكن اللي زار متحف الحضاره شايف التابوت اللي تم استرداده من متحف المترو الأمريكي بعد إثبات تهريبه من مصر. تمام يا فندم، هو متحف الحضارة يحظى بقطعتين من القطع الأثرية النادرة والمهمة جدا، تابوت نجم عنخ واللي تم استرداده من الولايات المتحدة الأمريكية في 2019 أكتوبر 2019 بعد تحقيقات استمرت أكثر من سنتين مع السلطات الأمريكية وأثبتت مصر فيها أن التابوت خرج من مصر بطريقة غير شرعية في 2011 وتم استرداده. كمان قطعة أخرى لأقدم هيكل عظمي لأقدم إنسان عاش على أرض مصر و يسمى هيكل نزلة خاطر، وده تم تهريبه من مصر وتم عودته في 2015 ومعروض الآن كأول قطعة في متحف الحضارة المصرية. طيب ازاي نتأكد يا فندم انه خرج بطريقة غير شرعية، لان احنا عارفين انه في وقت من الاوقات كان بيخرج بطرق شرعية؟ في الحقيقه طبعا ده سؤال مهم جدا يا استاذ محمد. دي الاجراءات اللي احنا بناخدها بقى والتحقيقات اللي بتستمر احيانا وقت طويل في اثبات ان القطع خرجت من مصر بطريقه غير شرعيه. طبعا القوانين اللي كانت بتسمح بخروج القطع كانت بتسمح بخروج القطع الاثريه المصريه بوجود شهادات تصدير من الحكومه المصريه. عدم وجود شهادات التصدير مع حائز القطع الاثريه دليل على انها خرجت من مصر بطريقه غير شرعيه. طيب ممكن يعني مسألته انه بعد ما بيتم استرداد القطعة الإجراءات بتمشي ازاي؟ بعد ما بيتم استرداد القطعة الأثرية يتم تسليمها الى السفارة المصرية. هل محتاج بنشوف مثلا حالتها لو محتاجة ترميم، يعني الموضوع بيبقى عامل ازاي؟ طبعا ده سؤال مهم يا استاذ هدير. هو طبعا مجرد احنا عندنا استراتيجيه معينه لما بنسترد القطع الاثريه. اول حاجه يتم عرضها على معمل الترميم لانها يتم تناقلها من يد الى اخرى، فيتم ترميمها ترميم دقيق والاستعانه بها وحفظها، ثم يتم عرضها على لجنه السيناريوهات الخاصه بالمتاحف المصريه لاختيار المكان التي تعرض فيه. احنا ما بنرجعش قطع اثريه عشان توضع في المخازن، ولكن كلها معروضه دلوقتي في المتاحف، في متحف المصري بالتحرير ومتحف الحضارة والمتحف شرم الشيخ ومتحف الغردقة ومتحف الأقصر، كلها أثار مستردة موجودة في هذه المتاحف. كل الشكر لك يا فندم دكتور شعبان عبد الجواد مدير إدارة الأثار المستردة بوزارة السياحة والأثار، شكرا جزيلا لك.